صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في حديث المرأة التي من بني إسرائيل سقت كلبا فغفر الله لها وادخلها الجنة، فهل يقال إن الأعمال الصالحة بعضها يكفر الكبائر؟ هذه امرأة من بني إسرائيل مسلمة، هي كافرة، لو كانت كافرة ما غفر لها، لكنها مسلمة، لكنها عاصية أو بغي، ورد أنها بغي يعني زاني، فغفر الله لها بسبب إحسانها إلى هذه البهيمة. ولا يخل من هذا عموم أن الحسنة يكفر الله بها الكبائر، لا، ما يخل من هذا عموم. هذه قد تكون أنها قضية عين لهذه المرأة خاصة، والله أعلم. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هناك قاعدة، أنتم لا تأخذون الحديث أو الآيات بعضها مفردا عن بعض، لازم من الجمع بين الأدلة في المسألة، لازم من الجمع بين الأدلة في المسألة الواحدة، وبعد ذلك يشاف أو ينظر إلى دلالتها مع الأدلة الأخرى. أما الذي يأخذ طرف فقط هذا من يتبع المتشابه، يتبع المتشابه، وهي علامة على الزيغ والعياذ بالله. لكن المؤمن يجمع بين النصوص، لأن كلام الله لا يتناقض، كلام الرسول صلى الله عليه وسلم لا يتناقض. لكن هذا يحتاج إلى علم، يحتاج إلى فقه وبصيرة. مو كل يستدل بالقرآن أو بالسنة هو ما عنده فقه ولا عنده بصيرة ولا عنده قواعد من قواعد الاستدلال معروفة. نعم.